اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. النجم وائل جمعه معانا على شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير. منور يا كابتن وائل مره تانية. قبل بس مثلا في اي حاجه، انت ازاي كان شعرك كده وكنت بتطلع معانا بالمنظر اللي انت كنت بتطلع بيه ده؟ نفسي افهم. قول لي انت كنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتعمل فينا كده؟ احنا كنا بتعمل فينا كده ليه؟ انت عارف يا اسلام، جمهورك كانت خلاص اصبحت عاده بالنسبه لي. لازم يوم المباراه ده يعني الحلاقه بالنسبه لي اساسي. كانت بتديني جزء من شخصيتي في الملعب. أيوة. وبتديني تركيز وبتديني امور كتير جدا. بحس ان هي بتكسبني مسؤوليه. الشخصيه والشكل اللي انا كنت بظهر بيه ده. ناس وكنت بسمع طبعا من لعيبه زمايلنا ان انت الشكل ده بيرعبنا في الملعب. فيعني بعد ما بطلت كرة كان صعب ان انا استمر بالشكل ده يعني. ف يعني يناسب بقى طبعا الحاله بيتك دلوقتي. يعني مراتك واولادك قالوا لك نفسي افهم، نفسي اعرف، اتبسطوا يعني؟ كانوا مغصوبين بصراحه. كانوا ايه؟ كانوا مغصوبين ان هم يقبلوا الحاله دي. لا، لما شافوك كده. انا يعني هو ستايل حياتي كده يا اسلام من البدايه. ما حبيتش ان انا اغير الحاجه اللي بتاثر في تركيزي وفي ادائي، لان في النهايه استمراريتي في الملعب بحالتي بتركيزي الكبير خارج الملعب كان دور مهم جدا جدا، ان انت بينعكس على ادائك داخل الملعب. فدي نقطه كانت هم مش حاسين بقيمتها، وحسوا قيمتها بعد ما انا سبت شعري، بعد ما يعني لقوا الشكل مختلف. فدلوقتي بيقولوا لي اما يتفرجوا على الصور مثلا القديمه او صور زي اللي انت عرضتها دي، يقول لك انت كنت ليه بتعمل كده؟ طب هم يعني بس انا يعني على الهوا طبعا بشكرهم ان هم استحملوا طبعاً الشكل اللي كانوا بيشوفوه ده سنين يعني. احنا كنا بنصحى الصبح يا جماعه نشوف، تخيلوا حضراتكم، احنا كنا بنصحى الصبح على الفطار ولسه بقى بنعمل عينينا كده، كنا بنشوف وائل من غير شعر. يعني تشوف المنظر ده قدامك انتوا كنتوا بتشوفوه يعني، بس احنا كنا بنشوفه طول النهار فمش عارفين نعمل ايه. ده في منكم ناس كمان كانت هي اللي بتقوم بالدور الحلاقه. أيوة طبعا. ايوه كان هو على طول مع المكنه اللي بتحلق. يا ابني ارحمنا بقى، ارحمنا بقى. لكن في النهاية يظل دائما وائل جمعة زي ما حضراتكم شايفين، بقيمته، بتاريخه، باحترامه لنفسه، باحترامه لناديه وحبه لناديه، في قصة تانية، في حتة تانية بالنسبة لجمهور النادي الأهلي.